النهارده الكابتن محمود الخطيب احتفل مع مجلس الاداره والنادي الاهلي بابطال حرب اكتوبر. دي كانت احتفاليه اكثر من رائعه بصراحه، يعني كانت قائمه طويله من المكرمين يعني في حرب اكتوبر. الكابتن محمود الخطيب حرص على يعني تكريمه، وكان قبلها كمان مباراه في الصاله المغطاه، وكان قبلها مباراه في الصاله المغطاه ما بين نجوم النادي الاهلي القدامى. يعني كان موجود كابتن خالد بيبو وشريف عبد الفضيل، وكان موجود محمد يوسف، وكان موجود هشام حنفي، وكان موجود امير عبد الحميد، ناس كتير، ياسر ريان، مش عايز انسى حد. فكانت قبلها مباراه على الصاله المغطاه لكره القدم، مباراه جميله جدا. بعد كده احتفاليه من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، كان قائمه طويله من المكرمين في احتفاليه الاهلي بذكرى انتصارات اكتوبر. وكمان الكابتن محمود الخطيب يعني في كلمته اكد ان حرب اكتوبر هي ملحمه عسكريه تجسد عظمه جيشنا الباسل، ويعني كانت اعتقد حاجه مهمه جدا. الاهلي كرم فريال اشرف كمان يعني النجمه المتالقه، كمان اسم الراحل المقدم شريف محمد عمر. يعني نادي الاهلي النهارده يؤكد قيمه النادي الاهلي، كان يعني اسم الراحل المقدم شريف محمد عمر ابن كابتن محمد عمر طبعا. فبالتالي النهارده النادي الاهلي بيحط علامه ان دايما النادي الاهلي يعني هو جزء لا يتجزا من قيمه الوطن المصري، وكان بصراحه احتفاليه اكثر من رائعه. النادي الاهلي بيحيي ذكرى انتصارات 6 اكتوبر. اخدك للتمرين بقى كده سريعا، يعني الحمد لله خلينا اطمنك شويه ان صلاح محسن الحمد لله تعافى وشارك في المران، كان عنده يعني كدمه كده في الكاحل، الحمد لله تم الاطمئنان عليه وشارك في المران. جماهير النادي الاهلي كانت قلقانه لانها بتعول على صلاح محسن الكثير والكثير في الفتره القادمه. محمود وحيد ومحمود متولي الاثنين بيأدوا تدريبات تاهيليه زي ما حضرتك تعلم، يعني متولي يعني عنده كده بعض الالام في اوتار الركبه زي ما الدكتور احمد ابو عبله قال، ومحمود وحيد عنده جزء الخروبات الداخلي للركبه. ان شاء الله الاثنين بنتكلم في من 5 لـ7 ايام يقدروا يعودوا للمشاركه في التدريبات الجماعيه، وان كان هناك صعوبه في السفر الثنائي طبعا مع مؤسسه الفريق للنيجر اللي احنا قلنا يعني اليوم خلال ساعات مباراه مصر وليبيا. اتمنى المنتخب التوفيق. لعيبه الدوليين تنضم للتدريبات يوم 13 14 مران صباحا ثم السفر، مران على ملعب المباراه يوم 15، المباراه يوم 16 باذن الله مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر. يعني ده استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه والمرتقبه في افتتاحيه ان شاء الله النادي الاهلي في الفوز بهذه البطوله باذن الله. طيب في حاجه كنت عايز اسالك عليها لاني عايز اخد راي الكابتن وائل، التجديد لموسيماني والهجمه اللي حصلت يرحل موسيماني والاهلاويه غضبانين من موسيماني، تقييمك لموسيماني وهل انت مع السبورت القوي اللي اداهوله الخطيب وتمديد عقده؟ بص النادي الاهلي يا كابتن عبد الناصر نادي مختلف عن بقيه الانديه. ما بياخدش بالقطعه. لا يعني مش قرارات متسرعه والقرارات مثلا وقتيه او الكلام ده كله، لا هم عندهم استراتيجيه او نظره لقدام. النادي الاهلي مش اي قرار كده بيتاخد في اي وقت. النادي الاهلي يا عبد الناصر من الانديه اللي بتدي حته الاستقرار او الطمانينه لاي مدير فني. صح. فطبعا موسيماني انا بقول لحضرتك لغايه دلوقتي ناجح مع النادي الاهلي. سيبك من ضياع الدوري او بطوله او الاداء السيء او الكلام ده كله وارد في الكلام ده كله يا عبد الناصر. حته النادي الاهلي برضو حته الاشتراك في بطوله افريقيا ومع تلاحم الماتشات والكلام ده كله اعتقد برضو كان في حته اجهاد وارهاق قوي جدا جدا على اللعيبه. ممكن الكلام ده كله اثر فعلا على لعيبه النادي الاهلي. لعيبه نادي الزمالك كان برضو خروجهم من بطوله افريقيا عندهم تركيز في بطوله الدوري. فاحنا لو جينا نقيم او شغل موسيماني او البطولات اللي خدها، لا يعتبر ناجح لغايه دلوقتي مع النادي الاهلي. فاعتقد استقرار في تيم النادي الاهلي من استقرار او بقاء موسيماني، واعتقد ان كابتن خطيب راجل يعني طبعا قيمه كبيره جدا ومش اي قرار متسرع بيقدر ياخده. واعتقد الفتره اللي جايه ديت ممكن تيم النادي الاهلي هيظهر بشكل كويس برضو في حته فتره الاعداد الكلام ده كله في بعض الصفقات الجديده. لا النادي الاهلي هيبقى هيدخل الموسم دوت بشكل جديد ان شاء الله.